نروح لقطر مع زميلنا المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10، يقول لنا الاجواء بعد مباراه اليوم بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال. يا محمود مشرف ومنور كالعاده. كل تحيه ليك اكيد يا كريم، وكل تحيه لمشاهدينك الكرام في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه تحديدا من سوق واقف، وبعد الهزيمه اكيد للمنتخب المغربي اللي كانت كبيره، يعني للاسف توقعات كانت كبيره جدا وكل الناس كان عندها امل كبير ان المنتخب المغربي يعوض، ولكن الهزيمه للاسف كانت بشرف. لا محمود كبير جداً محمود كريم. محمود انا عايز محمود انا عايز اقول لك حاجه، بلاش حزن يعني، خليك فخور ومبسوط، احنا هنا فخورين ومبسوطين وعاملين حفله للمغرب، فخلاص المغرب خلاص يعني المغرب عملت اللي عليها والزياده، والزياده مش زياده، مش حبتين و100 حبه كده لقدام. اكيد اكيد وانا شايف اللي وراك عاملين يشجعوا المغرب اهو. هما الناس اكيد لسه بتحتفل، ولكن هو المباراه ده شويه في كده جمهور جزائري كل يوم بيبقى متواجد في سوق واقف دايما بيقعد يغني ولاي منتخب عربي يعني، ولكن الجمهور المغربي خصوصا النهارده في سوق واقف مش بيغني زي كل مره اللي بيغني ورايا، دول الجمهور الجزائري اللي هم بيحتفلوا على طول في اي وقت في اي مكان. ولكن خليني اقول لك ان الجمهور المغربي كلمت معاهم بعد المباراه كلهم يعني زعلانين وفرحانين بشرف في نفس الوقت، لان يا كريم يعني عاوز اقول لك لما وصلوا دور الثمانيه ما كانوش متوقعين ان هم يادوا بالاداء القوي ده في دور الثمانيه، ولما وصلنا دور الاربعه ودور السيمي فاينل قال لك المنتخب الفرنسي، ولكن هم كانوا ند قوي جدا للمنتخب الفرنسي، ده اللي زعلهم يا كريم. المنتخب المغربي كان قريب جدا من التعادل النهارده، كان قريب جدا من قلب النتيجه، فهي دي بالظبط كانت القصه اللي موجوده النهارده يا كريم، هو ده اللي زعل الجمهور المغربي، ان هم كانوا قريبين جدا من التعادل وكانوا قريبين جدا ان هم ممكن يقتنصوا الفوز كمان لولا الخطا يعني اللي حصل في اول المباراه في اول خمس دقائق. واللي عاوز ارجع لك عليها يا كريم تغيير خطه اللعب النهارده من طريقه 4 3 3 لطريقه الثلاثه او طريقه الخمسه ورا عملت مشكله كبيره جدا في التمركز. الوضع كان جديد على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي ما اتغلبش ولا مباراه تقريبا بقى لهم 11 مباراه، والنهارده المباراه دي اول مباراه يغير فيها طريقه اللعب، وده بسبب التمركز الخاطئ اللي طلع منه المساك الثالث اللي لعب النهارده في المنتخب المغربي، خصوصا نايف اجرب ما كانش موجود، زائد وليد الاجراجي لعب بريسك شويه لما لاعب سايس وهو مصاب، وشفت طبعا السبرنت اللي عمله مع جروف الكره اللي ضاعت بعد الهدف على طول، هو ده اللي عمل خلخله شويه لخط دفاع المنتخب المغربي. وبمجرد رجوع تاني طريقه 4 3 3 بخروج نصير مزراوي وخروج سايس ورجع يلعب 4 3 3 شفت الوجه الحقيقي للمنتخب المغربي بالذات من اول الدقيقه 20 او 22 بعد التغييرين اللي قلت لك عليهم، وبدا المنتخب المغربي يظهر بقوه وكان قريب جدا جدا ان هو يتعادل. هو ده اللي مزعل جمهور المنتخب المغربي، ولكن كلهم بيقولوا لي احنا على ميعاد في كتاب التاريخ جديد، وهو الحصول على البرونزيه والحصول على المركز الثالث في كاس العالم، وهو ده اللي هم بيطمحوا دلوقتي ليه وبيدوروا عليه، وده اللي احنا اكيد كلنا معاهم فيه يا كريم. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، بعد شويه هحاول ارجع لك تاني تكون جهزت لنا كمان شويه لقاءات مع عدد من الجماهير الموجودين. انا بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر.